رمضان هو شهر الرحمة والغفران، شهر العتق من النيران. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم مائدة رمضان، البرنامج الذي سيرافقكم طيلة شهر رمضان عبر قناة السلام تي في. نحط الرحال اليوم بالقبة مع جمعية الخير المباشر، تابعونا. نشوفوا خوتنا الصائمين نعم يلتحقوا بالموائد الى اماكنهم ان شاء الله في ميزان حسنات جميع المساهمين واهل الخير واهل البركه اللي راهم يقدموا لنا هذه الاعانات. ربي يبارك لنا فيهم، خاصه المرضى اللي داووا مرضاكم بالصدقه، والصدقه تكون في شهر رمضان المبارك تزيد اجرها أجر عظيم، أجر عظيم. احنا دائما نوجه رسالة لجميع المحسنين يلتحقوا بنا في حي لابروفال بالقبة باش يساهموا معنا في هذا الخير المبارك. والنبي صلى الله عليه وسلم دائما تحفيزا، النبي صلى الله عليه وسلم يحفزنا للخير ويحفزنا للجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عفوا: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الخير أقبل. شكرا. دائما معكم مسؤول التسيير والتنظيم الإسلام باشا ما شاء الله في جمعية الخير المباشر. تقول المتابعين قناة السلام طبعا نشكر قناة السلام على زيارتها لنا في هذه في هذا المكان وفي خيمة الناقة الأصيلة بحي لابروفال. مرحبا بكم، بارك الله فيكم، والصحة رمضانكم والصحة فطوركم. كيفاش تفوتي نهارك مع جمعيه؟ يجوز بالخف هذا ما كان اكيد، يعني اللي يقوم بالخير مع الفرحه والخير والتعب هذاك يكون ببنه عنده بنه صح، ما تحسيش بالنهار. ربي يجازيكم كل خير. امين يا ربي. كلمه للشعب الجزائري بمناسبه رمضان، يعني مناسبه رمضان ماذا بينا كاع يعاونوا خاوتهم ان شاء الله. يعطيكم الصحه على الفطور وربي يحفظكم أجر مقبل إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم، مرحبا بكم هنا في جمعية الخير المباشر، راهي في أجواء شابة، وصحة رمضانكم وصحة فطوركم، مرحبا بكم هنا. ربي يقدركم. وربي صح. صحة فطوركم وصحة رمضانكم.
ويعطيكم الصحة وربي يحفظهم إن شاء الله. يعني دقائق قليلة تفصل من أذان المغرب ونشوفكم كاملكم إن شاء الله يا ربي. أنا أقوم بالوجه لنا بالخير، ربي يحفظكم إن شاء الله. تعيشي جورني شارجي، ما قعدتش كالكو مينوت، رانا مع البريباراسيون إن شاء الله كامل ياكلوا وإن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. فوالا إن شاء الله يا رب. ميرسي بوكو. مشاهدينا الكرام، يحضر معنا الآن رئيس جمعية الخير المباشر الأستاذ سني عبد الرزاق. بارك الله فيك، يعطيكم الصحة، نشكركم على الحضور تاعكم، صحة فطوركم وصحة رمضانكم، ومرحبا بكم عندنا هنا في مطعم جمعية الخير المباشر هنا بحي لابروفا القبة. العمل التطوعي هذا احنا بديناه ملي كنا صغار، وفي الجمعية هذه عندنا تقريبا 5 سنوات، ولكن العمل التطوعي بديناه ملي كنا صغار، يعني تقريبا ملي كان في عمري 8 سنين وانا في العمل التطوعي هذا. جمعية الخير المباشر واش معناتها؟ معناتها الخير مباشرة من المحسن إلى المستفيد. حنا كجمعية عبارة عن همزة وصل بين المحسنين والناس المحتاجين. الله يبارك ما شاء الله. بالمناسبة ومن المنبر هذا نتقدم بالشكر إلى جميع المحسنين اللي راهم يساهموا معنا في إنجاح مشاريع تاع جمعية الخير المباشر في إفطار صائمين. وكذلك ما ننساوش الأعضاء اللي راهم قايمين على الإفطار تاني، بارك الله فيهم وربي يجازيهم وإن شاء الله ربي يتقبل منهم المجهودات اللي راهم يقدموها هنا، يعني باش يفطروا الناس. ديجا الله يبارك كيما شتي، حنا تقريبا رانا هنا يعني اللي راهم قايمين على المطعم هذا راهم 70 عضو. الله يبارك ما شاء الله، كبار وصغار. الله يبارك، مرحبا بكم وصحة فطوركم ويعطيكم الصحة. Bon, le matin, on se prépare, bien sûr, on déroule le tout qui se prépare pour le khadra et tout. On commence par le shorba, la première des choses. Une fois shorba, c'est bon, on peut faire 1 heure, 2 heures à peu près. On déroule le deuxième plat, avec le bourek, avec l'ousmo, pour que l'on soit avec le maghreb. Allah ybarak, il y a plusieurs personnes, c'est-à-dire qu'il y a un grand nombre. Déjà, le, voilà, donc le grand nombre, tout le monde qui fait quelque chose. Donc, comme on dit, il y a les jeunes, il y a des jeunes filles, il y a les kbar, il y a des femmes mariées qui sont avec nous. Ça veut dire qu'il y a des gens qui font leur vie, ils vont venir pour le bien, Inch'Allah, pour le bien. C'est pour tout le monde, Inch'Allah. Rabbi, t'aqassim alina, Inch'Allah, le bien, c'est pour les gens kamel, ajma'in. Inch'Allah, les gens qui sont dans la communauté, 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 les gens qui sont الله يتخرج خبزه وصدقه وبارك الله، يعني صافي بليزير. اختي انا اولا نشكر جميع المحسنين اللي هم يساهموا معنا، سواء بلي انا نعرفوهم بلي ماناش نعرفوهم، بلي ما يبعثونا الامانه تاعهم، بلي هو يجي يجيبها لنا لهنايا، سواء اللي يجيب القوديان ولا يساهم بالمال ولا حتى اللي يساهم علينا بالدعاء. نشكروا ونشكر جميع الاعضاء اللي راهم يخلوا قرايتهم، كاين اطفال بالك شفتهم اطفال صغار يخلوا قرايتهم، كاين عباد شوف عباد ماري جدد قبل رمضان بيامات تزوج، يخلي مارتو يجي يوقف معاك على جالك تعرفيها. الحمد لله نديروا الخير احنا لوجه ربي. اي والله، ويقول لك الصدقه تطفي غضب الله وتشفي المرضى. هكذا باغ اكزومبل انايا المهم تاعي برا نتكفل بالناس اللي يجوا يدوا الامبورتي العائله اللي يجوا اون فامي ندخلهم لداخل نسربي نيطواي هاد الامور. وكاين اشخاص واحد اخرين اللي متكفلين داخل في المطبخ اللي متكفلين يجيبوا القضيه، كان يروح يسهر الليل في السوق. ما شوفي نقول لك من الصباح لليل، بالليل يروح يقضي، الصباح يجي الطباخ يلقى هذاك وين لحقت السلعه فريشكا كما نقولوا يبدا يخدم. والله الحمد لله نشكر الجمعيه اسمها خير تاع المباشر، والله العظيم الحمد لله يجونا ياكلونا لهنا يقوموا بينا، والله العظيم الحمد لله الله يبارك. ونشكر المسؤول الجمعيه فاني والاعضاء تاعه وتاع تاع المطبخ فاني، نشكرهم فاني الله يبارك، يطيبوا غايه ماكله زينه ما شاء الله تبارك الرحمن، والله هذا من الحمد لله. يجي وقت قبل الاذان انا نجوا لهنا يكبروا بينا ما شاء الله الله يبارك، والله يجعل ربي الخير هذا ان شاء الله قام ما يقطعش ان شاء الله ان شاء الله قام الامه. ومازال الحمد لله رانا نبطوا عنده والحمد لله ربي ما شاء الله ربي يحفظهم ان شاء الله ويسرهم. ونشكر ان شاء الله بربي القناه تاعكم ثاني. شكرا الله يجازيكم ما شاء الله واشكركم، تحياتي اليكم.
كانت لي اول تجربه اني ندخل في عمل خيري كما هذا في هذه الجمعيه ما شاء الله. كانت الاعمال ناجحه من كل نواحي. حنا نخدموا في المطبخ، عندنا بروغراماسيون كاع تول، عندنا السحور الافطار، عندنا كلش الحمد لله مع الشيف ديالنا مولود. والحمد لله رئيس الجمعيه تاعنا عبد الرزاق سيني ما شاء الله قايم بها كاع النواحي. كانت يعني تجربه جد رائعه كاول مره ليا، والحمد لله وشكر المحسنين اللي ساهموا معنا اللي قدرنا نلحقوا لهذا الشيء انا فيه. وان شاء الله كل عام نديروا اكثر. وشكر جزيل، شكر جزيل لرئيس الجمعيه ديالنا عبد الرزاق. نفطروا هنايا، نفطروا هنايا اون فامي كامل، بينا بنسانا برجالاتنا باولادنا، الحمد لله جو عائلي. وان شاء الله كل عام وحنا بخير، الامه الجزائريه بخير، كل عام وان شاء الله والشعب الجزائري متماسك مع بعضه. وصحة فطركم، كل عام نتوما بخير، وكل عام امه الجزائريه بالف خير ان شاء الله يا ربي. ميرسي، شكرا جزيلا. نبدأ بتحية الإسلام، تحية الإسلام إنه هي السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب فيكم جمعية الخير المباشر. نعرفكم نفسي حداد مهدي، كويزيني في جمعية الخير المباشر. حبيت نقول للمحسنين تاوعنا ديروا الخير، ديروا الخير، هذاك هو اللي راح نلقاو في الآخرة تاعنا، نخدموا في الدنيا تاعنا الآخرة تاعنا، هذا هو. انا الكويزيني تاني على كل حال، مش انا اليوم اللي طيبت، غدوا ان شاء الله انا اللي راح نطيب. المنيو تاع غدوا ان شاء الله راح يكون انا راح ندير، غدوا ان شاء الله راح نديروا بلون بولي فارسي بشامبينيون ولي كوم ولي فروي تاع الشتاء، وراح نديروا شربه بيضاء بولاك ولحم الحلو. ونقول لكم خاوتي مرحبا بكم في جمعيه الخير المباشر. صحه فطوركم وصحه رمضانكم، ان شاء الله ينعاد علينا بالصحه ولهنا وبارك الله فيكم. مشاهدينا الكرام، عدنا اليكم والعود احمد. صحه فطوركم، كما كنتوا تشوفوا معنا مع جمعيه شباب الخير المباشر، انه الخير حقا كان من المحسن للمستهلك مباشرة، بما أنه شباب الجزائر شباب معطاء للخير ومحب للخير. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذا العدد، إذا عدد جديد بحول الله من برنامجكم مائدة رمضان. وصحة سحوركم.